عليكم، أرحب بكم من مطبخي المتواضع زينة المطبخ. أتمنى تكون فيديوهاتي مفيدة لكم، ربي يسعدكم جميعا. على طلب واحدة من البنات رادت البرك، برك التركية بالقلاش أو بالرقائق البقلاوة، راح أسويها اليوم. طبعا طريقة جدا سهلة وطيبة وتطلع مضمونة 100%، يعني أنا مسويتها أكثر من مرة طلعت كلش طيبة وما تختلف عن يعني الخبز اليوفقة تقريبا، يعني اختلاف بسيط حيل لأنه هذا حيل خفيف، بس إن شاء الله تنطي نفس النتائج. نبدأ وياكم. طبعا عندنا رقائق البقلاوة طبعا حسب أعداد العائلة، أنا هاي باكيت 800 غرام أقل من كيلو وشوية، فاليوم ما راح أستخدمها كلها، يعني كثير هواي علينا. حبيت أسويها اليوم البرك مالتنا بالبطاطا المسلوقة، طبعا طعمه كلش طيب، هاي طريقة تركية كلش طيبة. هاي الحشوة، الحشوة عبارة عن بطاطا مسلوقة وعن لحم مثروم ناعم وبصلة وفلفل أحمر وأخضر اللي متوفر عندكم، أي لون متوفر عندكم. طبعا ما ننسى الملح. البهار اللي راح نستخدمه راح نستخدم فلفل أسود وفلفل أحمر وبابريكا والكمون، لأن الكمون كلش نكهة طيبة للبطاطا. نستخدم للصوص مالتنا حتى ما تكون يابسة وتتكسر عندنا، حتى تكون هشة كأنه عجينة. نستخدم حليب وعندي الصودا السادة ونص كوب من الزيت، ونستخدم بيضة. ونبدأ وياكم بالطريقة. أول ما نبدأ طبعا نحضر البطاطا مسلوقة وتكون حارة أفضل حتى تنهرس عندنا بسهولة. نهرسها طبعا بقلاص بهالراسة، أي شيء متوفر عندكم اللي يحب يثرم ثرم، بس حتى تكون مهروسة تكون تنطي طعم أطيب. جماعة أتراك جمعوا علينا وجابوا لنا برك بهاي الحشوة، فكثير حبيتها بصراحة، حبيتها من تشوفوها وتستفادون من الطريقة، وهم تكون يعني الحشوة موفرة مو كلها لحم وملحم، نخلي له قليل من اللحم، احنا براحتنا نحب نخلي كمية كبيرة أو قليلة أو أقل منها أو بدون لحم عادي، هم ترى هم بدون لحم، لأن أنا مكلتها بدون لحم هم كلش. البطاطا صارت عندنا بهالشكل هذا جاهزة، نحضر الصوص مالتنا ونخليه على صفحة. أول ما ناخذ الزيت نص استكان، لأن أنا الكمية اللي أريد أسويها مو كثيرة، الحليب استكان. طبعا اتمنى يا بنات اللي تعجبها اكله وتحب اعلمها اياها تذكر لي بالتعليقات، واني ان شاء الله اسوي لكم اياها. انا دائما لان قليلين اخذ نص بطل الصودا، يعني ما اريد كميه كبيره، والبيضه طبعا. وللتزيين قسم منهم يحبوها ساده وقسم من عندهم يحبون يخلون بيها سمسم او حبه السودا او حبه البركه. طبعا هذا الصوص جدا مهم لهاي البرك حتى تخليها تصير الرقائق مالتنا تتماسك وتنفش بنفس الوقت، حتى ما تظل كل ورقة واحد ومفصولة، يعني إذا نخلي بس زيت أو هاي الشغلات أو بس بيض ما راح سبحان الله تتماسك، مو مثل هاي الخلطة. هاي هسه كملناها، نخليها على صفحة، نحضر وياكم، نروح للطبخ نحضر الحشو. خلينا نطوّع الطباخ، خلينا بيها قليل من الزيت مثل ما تشوفون انتم براحتكم، يعني مو قليل، تقريبا 4 ملاعق اكل من الزيت، لانه عندنا البوتيتا تحب زيت ولحمتنا مو دهينه، يعني عباره عن هبره، فلازم اخلي كميه زيت تكفيني للبطاطا او البوتيتا. انزل البصل واحمسه الى ان يذبل عندي، ما بدا عندي لون البصل يتغير او يذبل عندي البصل مثل ما تشوفون، راح نضيف اللحمه مالتنا. هذا كل شغلي على نار متوسطة، يعني ما أخلي نار عالية، ودائما نحب نسوي أكلات لأولادنا مفيدة ومغذية بنفس الوقت وسعراتها شوية قليلة، لأنه مثل ما تعرفون بهالزمن هذا كثران السمنة والأمراض، الله يبعدنا ويبعدكم إن شاء الله. هاي المرحلة مثل ما تشوفون اللحمة صارت هي قد مي، يعني ما يحتاج أضيف لها مي، اللحم المفروم مثل ما تعرفون أكثر على يستوي، فما في داعي أضيف الماء، راح أخليه يستوي على الماء وأرجع نكمل الطريقة. هنا بدأت تحمس عندي اللحمة، ريحة اللحم تجنن خصوصا إذا جديد، يعني حتى إذا نخليه لبهار فهو يجنن. خلينا فلفل الألوان وراح نجي نضيف البهارات ونضيف البهارات. طيب هالمرحلة هاي أنا سنة نضيف البهار، فلفل أسود رشة، كمون حسب أنتم ما تحبون البهارات، الفلفل الأحمر الحار والبابريكا. طبعا البابريكا ما تأثر، يعني قد واحد نخليه، والملح نقدر نضيفه هسه ونقدر نخليه
بالاخير نبدأ نضيف البوتيتا المسلوقة. طبعا هاي البهار اللي خليناها ونكهة اللحم تنطي للبوتيتا طعام جدا رائع. راح الحشوة تكون موفرة لان كمية اللحم بها قليلة والبوتيتا كثيرة، مفيدة لأهل المدارس بالبيت نسويها بالغداء بالعشاء بالخطار كلش طيبة. مثل ما قلنا لكم اذا تحبون نظفون اللحم على البوتيتا والفلفل والبصل كلش طيبة. انا مجرباتها راح اخليها شوية فتشي 5 دقائق بس البوتيتا تاخذ نكهة البهار واللحم ونطفيها ونروح وياكم حتى نحضر البورك مالتنا. هسه بعد ما حضرنا الحشوة يعني شوفوا كم قطعة بوتيتا وشوية لحم وشوية فلفل وبصل صارت عندي هاي طاوة ما شاء الله حشوة جدا موفرة وطيبة طعمها. هسه نبدي وياكم تحضير البورك مالتنا. دائما بنحضر شغل الرقائق مالت البقلاوة او الجلاش دائما نغطيه حتى ما يتيبس عندنا ويبهدلنا. هنا راح اخذ 2 طبقتين كل ما نريد نستخدم هاي الخلطة نخلطها شوية خلطة خفيفة وبالفرشة نحاول ناخذ طبقة لخ وياها، يا اما تحبون تسووها 3 أو 4 انتم براحتكم. طبعا هنا نحضر الفرن من نبدي نسوي بالرقائق نشغله على درجة عالية لانه مثل ما تكون المعجنات تحب درجة عالية حتى ما يتيبس عندنا. بهالشكل هذا ناخذ من الحشوة مالتنا. طبعا التشكيل انتم حسب ما تحبون تسووها هذا شيء يرجع لكم. طبعا اكو كثير موديلات وانواع من التشكيل البرك وان شاء الله اسوي لكم بعد فيديوهات بالعجينة مالت البرك. نحضر العجينة وياكم حتى اللي ما يتوفر عنده هاي الشغلات يقدر يسويها بالبيت. ونبدي باللف. هاي الخلطة راح تخليها مورقة وبنفس الوقت يعني اول شيء ما تعجن وثاني شغلة انه تصير مثل العجينة يعني كأنه عجينة احنا مشتغلين مو ورق جلاش او ورق البقلاوة الرقائق. حاول حتى تلتصق كله من هاي الخلطة مالتنا. طبعا احنا محضرين تبسي نخلي له ورق زبده بهالشكل هذا. مثل هذا عندنا الورق الجلاش شويه يعني مكشم عندنا عادي ما ياثر لان هو راح يلف بس كل ما نكثر من هاي الخلطه راح يلين الجلاش مالتنا او الرقائق ويريحنا بالشغل. راح تجينا هشه من داخل البرك مالتنا ومقرمشه من الخارج والطعم رائع. صارت عندنا بهالشكل هذا. نكمل الكمية ونرجع لكم. بعد ما كملنا هاي القطع مالتنا طبعا بعد عندي حشوة بعد عندي عجينة مالت الرقائق ناخذ من هذا الصوص اللي سويناه ونحلي على الوجه حتى ما تتيبس عندنا. هاي المرحلة مهمة مثل ما قلنا ندخله للفرن حتى اللي يحب يدهن الوجه مالته بيضة يخلي من هاي الخلطة اول وبعدين يخلي من السمسم والحبة السوداء تنزل من ذا كلش حلو والطعم وهالفوائد الحبة السوداء. دخل على فرن حامي وتجهز وارجع لكم. أنا هنا حبيت أسوي هاي الطريقة الثانية بالصينية خليت نفس الشيء 3 رقائق وخليت البنات من هاي الصوص أو الخلطة قصيتها قطعتين حتى تكون رفيعة وحلوة ومرتبة ونلف القطعة الثانية. طبعا هاي سريعة كلش سريعة يعني ما تاخذ وقت. هاي بعد ما كملت عندنا البرك وطلعناها من الفرن هذا شكلها. وهاي الصينية الثانية أتمنى تعجبكم. مثل ما تشوفون مقرمشة وهشة كأنه عجين من بينه أنه من ورق البقلاوة الرقائق. شوفوا
طبعا بعدها حارة، بس اهم شي ورا ما طلعوها من الفرن تتغطى، تغطى بكيس نايلون حتى الذرة تبو تظل حارة وصير هشة مثل ما تشوفون. طبعا نقدمه ويا زلاطات ويا شوربة ويا عصير ويا كولا ويا شاي، شنو تحبون، والف حظ هنا علينا وعليكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك، واكون ممنونة منكم.